الأستاذ أشرف العشري الكاتب الصحفي ينضم إلي عبر الهاتف. أستاذ أشرف برحب بحضرتك، ويعني دعنا نلمس بأيدينا النقاط الرئيسية التي وردت في هذه الفعالية، فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. مساء الخير. بكل تأكيد قضايا عديدة وأسئلة شتى أصلا الرئيس عبد الفتاح في اليوم فيما يتعلق ببناء الدولة المصرية وبناء وتنمية الأسرة المصرية على كافة الأوجه والمناحي في المرحلة القادمة، الأمر الذي ينم عن فكرة ورؤية مستقبلية الغرض منها وحالة النهوض بالأسرة المصرية وتوفير الركائز الأساسية لدعم ونجاحات الدولة المصرية في المرحلة القادمة من خلال مجموعة من المحاور والآليات التي ستلعب دورا كبيرا في تغيير كثير من نمط الفكر السائد طيلة السنوات والعقود الماضية في محاولة للارتقاء بتنمية الأسرة المصرية على كافة المستويات من حيث الرعاية الصحية والتعليمية ومواجهة ما يعرف بصلة الزيادة السكانية، تلك الزيادة التي تساهم بمؤثرة نهائية لمحصلات التنمية والنجاح في مصر في السنوات السبعة الماضية، وتحتاج إلى إعادة التركيز وتأكيد في المرحلة القادمة من خلال التقييم الدقيق الذي من خلاله يستطيع المجتمع أن يتوافق على رؤية موحدة في مواجهة هذه الزيادة. وأعتقد الرئيس ضرب مثال في هذا الشأن عندما قال منذ سبع سنوات زادت مصر 14 مليون نسمة زيادة، وهذه أرقام فلكية تحتاج إلى مراجعات نقدية من قبل الأسر المصرية في المرحلة القادمة من أجل أن ينعم الجميع بكثير من محركات النجاح التي نحصدها حاليا في مصر، وتحتاج إلى إعادة تأهيل الأطر في هذا الشأن من خلال الأسرة المصرية في المقام الأول، وأيضا أن تتعاطى مع كثير من متقدمي الدولة من خدمات تعليمية وثقافية وصحية. بالإضافة لأن تنمية الأسرة المصرية هذا الأمر سيكون عنوان رئيسا من ضمن أولويات ومحاور تنمية وبناء الدولة المصرية، باعتبار أن المواطن المصري في السبع سنوات الماضية بيحظى بكثير من التكافل والرعاية من قبل القيادة والدولة المصرية في محاولة لتوفير حياة كريمة وتنمية كثير من حظوظ المعيشة الإيجابية التي تصب في خلال رفع كفاءة الحياة المعيشية للمواطن المصري بكثير من النجاحات على أكثر من إطار وأكثر من مسار في هذا الشأن. بالتالي عندما يسير الرئيس قضية الزيادة السكانية باعتبارها المدخل الرئيسي، إذا تم علاجها أو تم التعاطي معها بقوة وفعالية وأن يكون هناك مشاركة مجتمعية من قبل كافة الأجهزة سواء الدولة الأسرة المصرية أو كافة المؤسسات الكنيسة والمسجد والأزهر وأيضا المدرسة والجامعة وكل مؤسسات الدولة بالتعاون في هذا الأمر، أعتقد أننا نستطيع أن نعالج جزء كبير من المواطن الخلل الذي نواجهه على مدار السنوات الطويلة الماضية، ويحتاج إلى إعادة تفكيره وتغيير النمطية الخاصة بالزيادة السكانية التي لديها كثير من المضار لعدم الاستمتاع بفوائد التنمية والنجاح على درب التقدم. نعم. المحاور كثر فيما يخص تنمية الأسرة المصرية، لكن دعني أتحدث معك عن مفهوم المسؤولية المشتركة ما بين الدولة والمواطن المصري. كيف تسهم هذه المسؤولية بالإحساس بتحديات المجتمع، الوقوف على مشكلاته ومن ثم الحل لواقع أفضل؟ الرئيس أثار هذه النقطة بكثير من الجدية وقال أن الدولة المصرية يشارك فيها الجميع، المجتمع والفرد والأسرة مع كافة مسؤول الدولة، باعتبار أن هذا الأمر يؤدي لإحداث التنمية المطلوبة على كافة المسارات في هذا الشأن، وقال أنه لا يحكم لوحده ويحكم من خلال المصريين، وبالتالي كل الأفراد أفرادا وجماعات شركاء في صناعة الدولة المصرية وفي اتخاذ القرار من أجل إحداث النهوض المطلوب والباذخ في رفع كثير من زيادة النجاح ومعدلات النجاح في المرحلة القادمة من خلال تطوير معدلات قياسية على مسار تنمية الوعي من ناحية في المقام الأول، وأن يكون هناك مساعدة من قبل الأفراد الدولة والأسر للدولة في المرحلة القادمة للسرعة في اتخاذ القرار الذي يؤدي إلى توفير حظوظ استحقاقات النجاح الملموس على المسار الاقتصادي سواء فيما يتعلق بالتعليم والصحة، وربط أيضا نماذج عديدة من خلال ربط الجامعات والمدارس وأيضا الخريجين بسوق العمل في المرحلة القادمة من أجل توفير متطلبات حديثة تنمية الوعي بناء على النجاحات التي يشهدها العالم حاليا فيما يتعلق بتكنولوجيات العصر، باعتبار ان هذا الامر هو المطلوب الان في سوق العمل، بالاضافه لان تقنين الانجاب من شانه ان يوفر مزيد من الخدمات من قبل الدوله للاسر المصريه سواء في اعداد التشفيات وتجهيزها وايضا توفير الاطقم الطبيه، وضرب عده امثله في هذا الشان، واستعان ايضا باراء رئيس الوزراء ووزير التعليم ووزير وايضا وزير الخدمات او وزير التعليم المتوسط. بكل تاكيد هذا الامر يحتاج ان يكون لدينا درجه كبيره من تعديل معدلات التفكير في هذا الشان، ويكون لدينا اطروحات جديده تتمشى مع لغه العصر،
اما ما كان قائما صرف السنوات والعقود الماضيه لم يعد له مكان، ويجب ان يكون خلف ظهر المصريين، لان هناك بالفعل عمليه تنميه وتحديث تشهدها الدوله المصريه في كافه ربوعها، وهناك نجاحات ملموسه الدوله وحققت معجزات غير مسبوقه على مدار الخمس سنوات الماضيه كانت تحتاج الى 50 عاما لتحقيق هذه الانجازات، وبالتالي يجب ان يكون هناك مقابل في المقابل تنميه ووعي للمواطن المصري والاسر المصريه، بان يكون هناك بالفعل تعاطي ايجابي من خلال انشاء وتحديث الاسر المصريه بكثير من الاساليب العصريه، من خلال تقليل عمليات الانجاب باعتبار ان هذا افه تهدد الدوله المصريه بسبب كثره الانجاب، وايضا عدم ملائمه ما يتم توفيره من خدمات وفرص، بشكل يجب ان يكون هناك اعاده نظر كامله في هذه المرحله، وان نعم. هذه المشاركه تاتي من خلال الاسره المصريه والعائله المصريه في المقام الاول لتتماهى او تنسجم مع الدوله المصريه في مشروعات طموحه. دور وسائل الاعلام مؤسسات التنشئه والمؤسسات الدينيه المختلفه اذا في هذه القضيه، قضيه التوعيه والوعي. بالفعل هذه مهمه كبيره، يجب على الاعلام ومؤسسات الدوله المصريه ان تزيد من ركيز التثقيف وادراك الوعي، وان يكون هناك بالفعل عمليات تحديث مطلوبه على وجه السرعه، وليكون هناك بالفعل توصيل كثير من المعلومات، تغيير الانماط الفكريه في هذا الشان، باعتبار ان هذا الامر سيؤدي الى تغيير الفكر والمنهج، لان الرئيس قال الذين يفهمون او الذين ذات درجه كبيره من الوعي والادراك يعانون كثيرا، والذين لا يفكرون هم اراحوا عقولهم في هذا الشان، واعتقد ان هذا الوزير رساله ايجابيه للغايه، تحتاج ان يكون هناك درجه كبيره من التكامل والتلاقي بين وزاره الاعلام والثقافه وكافه مؤسسات الدوله والتعليم وغيرها والصحه، لبلوره رؤيه جوهريه تلعب دورا كبيرا من الان فصاعدا في تغيير الانماط الفكريه، وايضا ترشيد الوعي لدى المواطن المصري حتى يستطيع ان تولد هذه قناعات جديده في مستقبليات العصر من ناحيه، وفي نفس الوقت ان يتمتع بكثير من الخدمات التي تقدمها الدوله من حيث الرفاهيه الاقتصاديه في هذه المرحله، لتقليل الانجاب باعتبار ان هذه القضيه لو حدث فيها نوع من التعاطي وايضا حدث نوع من انخفاض في عدد المواليد، اعتقد الجميع سيجني ثمار النجاح الاقتصادي والصعود بالفائده على الاسر والاجيال، ليس الحاليه لكن القادمه بعد 16 عاما الذي سوف يتم تخرجهم من الجامعات والمدارس العليا، يعتبر ان هذا الامر سيساهم في توفير انماط جديده للحياه العصريه، يساهم في خلاء انشاء وتنميه اسر ونشاه اسر مصريه. نعم، انشاء وتنميه الاسر المصريه بالشكل اللائق والحياه الكريمه، جهود تبذلها الدولة المصرية تسير بشكل متوازن على كافة الأصعدة ولكافة الفئات، لكن المبادرة الأكبر هي مبادرة حياة كريمة والتي تخدم 60 مليون مواطن مصري في قرى الريف المصري. كيف تتحدث عن هذه المبادرة الأضخم كنوع من الأساسيات التي تدعم عمليات التنمية في المجتمع المصري وبالطبع تخدم استراتيجية بناء الإنسان المصري؟ اعتقد ان هذه احد معجزات النجاح، عندما تتكلم وتنجح في الثلاث سنوات القادمه وتتوفر 700 مليار جنيه مصري، ستلعب دورا كبيرا في تغيير حجم ومنسوب النجاح على المستوى العالمي فقط وليس في مصر، باعتبار ان هناك اشاره دوليه لهذه المبادره بما تلقيه من نجاحات تلعب دورا كبيرا في تغيير نمط الحياه ليس فقط في المدن العصريه في مصر، لكن في كافه انماط الحياه داخل الريف والقرى في مصر، باعتبار ان هذه مبادرة اعتقد شاملة تتمتع بكثير من مقومات القوة والفضول لنجاح الدولة المصرية، لتعليم هذا النجاح ليستفيد منه الغالبية الكافحة من الشعب المصري في الأرياف والمدن في المرحلة القادمة، والقرى التي تحتاج إلى إعادة تأهيل بعد غياب أكثر من 50 أو 60 عاما. هذه المبادرة من حيث التنمية نجاحات الدولة المصرية ستغير وجه الحياة على في مصر بشكل كبير وكثيف، وفي نفس الوقت أيضا تتيح فرص الإعاشة والتحسين والجودة وتوفير حظوظ الحياه الكريمه للمواطن المصري من الاسكندريه الى اسوان، وتلعب دورا كبيرا في تحقيق النهوض البازغ بمشتملاته المتعدده في كافه المناحي الصحيه والتعليميه والثقافيه وتوفير فرص العمل، وايضا خلق انماط جديده للفكر الجديد الذي يتوازى مع سوق العمل وتحديث العصرنه في مصر. كل هذه الامور بهذه المبادره وهذه المبالغ الطائله 700 مليار جنيه مصري، اعتقد ان هذا الامر من شأنه في الثلاث سنوات القادمه سيغير وجه الحياه في مصر، بما فيها ايضا القضيه الرئيسيه التي اكد عليها الرئيس اننا نسعى لمعالجه التخلف والدمار الذي اصاب الدوله المصريه في السنوات الطويله الماضيه، في فيها ايضا الضمان الاساسيه وهي حقوق الانسان. نعم. بشرط ان يكون المواطن المصري على درجه كبيره من الوعي بتلك التحديات في مصر وفي المنطقه،
التي تلعب مصر دورا كبيرا في توفير كثير من الحظوظ لتوفير نجاحات حقوق الانسان في مصر في المرحله الحاليه وفي المستقبل ايضا. اشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الاستاذ اشرف العشري.